فارس فارس، أشر بيدك لأني لا أسمعك. أشر بيدي، تسمعني جيدا؟ نعم. إذا قمت بعرض أنشطة الثلاثاء، ترونها على الشاشة. إذا كنتم ترون، ارفعوا الأيادي عاليا. من أنجزها فليقم برفع يده عاليا. ارفعوا الأيادي بالنسبة لمن أنجز أنشطة الأمس، قمت بإرسالها أمس. نعم، معاذ أنجزتها. فارس، ارفع يدك، ارفع يدك. فارس، أنجزتها أم لا؟ نعم أم لا فارس؟ سلمى، أنجزتها؟ هبة، مريم، ندى، نعم، آلاء، آلاء، أنجزتي الأنشطة؟ لا أسمعك. آلاء، هل أنجزتي الأنشطة؟ ماذا؟ انتظر. هل أنجزتي الأنشطة؟ أنشطة الثلاثاء؟ الآن نعم تسمعينني أفضل؟ بشكل أفضل؟ قليلا. نعم. نادين؟ نادين، أنجزتي الأنشطة نادين؟ 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 ورقة واحدة. أنجزتي تمرينا واحدا فقط؟ نعم، لماذا لم تفهمي؟ ورقة واحدة. بدينا ورقة واحدة. نعم، أنشطة الحال والنعت والمفعول فيه. الحال والنعت والمفعول فيه. نعم، ندى، فهد، أنجزت الأنشطة فهد؟ نعم، محمد وريان، محمد كرم، أنجزتما الأنشطة؟ فعل الأيادي. نعم، محمد نور، نهى، أمير، أمير حسين أقصد، محمد طه، زياد، أنجزت الأنشطة زياد أرجي؟ نعم، براء، عدل الكمال من فضلك كي أراك جيدا، براء، أمير ظفر الله، أنجزت الأنشطة؟ نعم، دل، دل، هذا من ياسر أبلقاس؟ ياسر أبلقاس هذا أنت؟ نعم. تضع صورة سيارة؟ نعم. هل يمكن أن تزيلها وتظهر أمام الكاميرا أم لا؟ نعم.
نعم أريد أن أراك. نعم. هكذا نتمكن من التواصل بشكل أفضل، لأنكم أحيانا تجيبون برفع الأيادي. نعم هكذا أفضل. أزل الموسيقى من فضلك. مريم رأيتك قبل قليل. بسمة رفيق، أهلا بسمة، لم أراك الأيام السابقة، أريني وجهك بسمة من فضلك. رفيق عدلي الكاميرا. هكذا أفضل. كيف حالك بسمة؟ بخير. لماذا لم تلتحقي بالأيام السابقة؟ لا أنا دخلت لها المرة الفائتة ولكنك السابقة، ولكنك دخلت وخرجت وحاولنا ندخل وكنا نستطيع. لا بأس. إذن أنا سعيدة برؤيتكم مجددا وبرؤيتكم جميعا. أهلا أميرة، لوحي بيدك أنا أراك. صوفيا أيضا. نعم أظن أن الآن يمكننا أن نبدأ. سلمى قباش توقفي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يمكننا الآن أن نبدأ. إذن من فضلكم ضعوا الأنشطة أمامكم، وبالنسبة لمن لا يملك الورقة أو لم يستطع الحصول على أنشطة يوم الثلاثاء فها أنا أعرضها أمامكم على الشاشة. إذن سنبدأ حصتنا، أرجو أن تجلسوا جميعا وأن تنتبهوا للشاشة، اتفقنا؟ إذن قبل أن نبدأ نريد أن نذكر بالدروس السابقة. إذن لدينا في هذه التمارين لدينا النعت، لدينا الحال، لدينا المفعول فيه، المفعول فيه وليس المفعول به، ولدينا الجار والمجرور. إذن أعيد، لدينا النعت، لدينا الحال، لدينا المفعول فيه، ولدينا الجار والمجرور. نعم إذن قبل أن نبدأ من منكم يستطيع أن يذكرني بالنعت؟ ما هو النعت؟ ما هو النعت؟ أمير أحسين انتبه معي من فضلك. عثمان سعدني أهلا بك. إذن نبدأ بعثمان. عثمان سعدني تستطيع أن تذكرنا بالنعت؟ يمكنك الاختيار إما النعت أو الحال أو المفعول فيه أو الجار والمجرور. أرجو من الآخرين جميعا أن ينتبهوا. النعت. نعم النعت يكون دائما منعوت. كيف يكون دائما؟ ماذا؟ لم أسمع. يكون كالمنعوت، إذ كان المنعوت منصوباً فالنعت يكون منصوباً. نعم 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 جيد. إذن فالنعت كما قلنا سابقاً يتبع منعوته، يتبع منعوته. إذن نذكر بقية التلاميذ، ما هو المنعوت أصلاً؟ ما هو المنعوت؟ قلنا النعت يتبع المنعوت، إذن ما هو المنعوت؟ ما هو المنعوت؟ من منكم يستطيع أن يجيب؟ فليرفع يده. ما هو المنعوت؟ معلمات لا نعم طه، ما هو المنعوت؟
المنعوت. المنعوت هو الذي يصف ماذا يفعل ذاك الشخص. لا انتبه، المنعوت هو ما يصفه النعت. إذا النعت هو عبارة عن ماذا؟ النعت هو أولا ما يجب أن تنتبهوا إليه، النعت هو اسم يجب أن يكون دائما اسما. نعم النعت هو يكون دائما. نعم إذا فالنعت دائما اسم. ماذا يفعل هذا النعت؟ يصف كلمة يصف كلمة قبله، يجب أن يكون قبل النعت، يأتي قبل النعت. إذن هذه الكلمة أو النعت يجب أن يتبع منعوته في كل شيء. إذا كان مذكرا فالنعت يجب أن يكون مذكرا، إذا كان مؤنثا فالنعت يتبعه في التأنيث، إذا كان مفردا فالنعت أيضا يتبعه في الإفراد، إذا كان مثنى فهو يتبعه في التثنية، إذا كان جمعا يتبعه في الجمع، وهكذا. بالنسبة للحركات أيضا يتبعه، إذا كان منصوب، إذا كان المنعوت منصوبا. سلمى قباج نحن نعيد التذكير بالدرس لكي نبدأ التمارين استعدادا للامتحان. سلمى قباج لا أراك تهتمين. هل يمكن أن تضعي كل شيء من يدك وتنتبهي؟ نحن نستعد للامتحان، أذكر الجميع أننا نستعد للامتحان، نحن لا نلعب الآن، نحن نستعد للامتحان، اتفقنا؟ أيضا براء، ضعوا كل شيء من أيديكم وانتبهوا لأننا نذكر بالدرس أو بالدروس قبل أن نبدأ إنجاز أو تصحيح التمارين. نعم إذن أعيد، النعت هو اسم يصف كلمة قبله تسمى المنعوت ويتبعها في كل شيء، في حركاته الفتحة أو الضمة أو الكسرة، التأنيث أو التذكير، الإفراد أو التثنية أو الجمع. مثلا سأقول عاد الفلاح نشيط، أين هو النعت؟ ندى النشيط. النشيط وصفت لنا ماذا؟ الفلاح. إذا الفلاح كيف جاءت؟ مفردا. إذا النشيط جاءت مفردة أيضا. الفلاح كيف جاءت؟ مرفوعة. إذا فالنشيط جاءت مرفوعة أيضا. مفهوم؟ الفلاح مذكر، فالنعت جاء أيضا مذكر أو تبع المنعوت في التذكير. لا يمكنني أن أقول جاء الفلاح النشيطة، واضح؟ لا يمكنني أن أقول جاء الفلاح النشيطة، أو أن أقول جاء الفلاح النشيطة، لا يمكن. الفلاح إذن النشيط يجب أن تكون مرفوعة كالفلاح، النشيط يجب أن تكون مفردا كالفلاح، النشيط يجب أن تكون مذكرا لأن الفلاح مذكر، النشيط فيها ألف ولام لأن الفلاح فيها ألف ولام. لو أنني قلت جاء فلاح سأقول نشيط لكي تكون النشيط كلمة أو تكون نعتا، واضح؟ إذن فالنعت هو اسم يجب أن يكون اسما، ليس له حركة محددة وإنما يتبع منعوته كيفما كان المنعوت. سلمى انتبهي قباج، كيفما كان المنعوت فإن النعت يتبعه في نفس الحركة، مفهوم؟ مريم أقصبي تسمعينني؟ نعم. هذا بالنسبة للنعت. من منكم يستطيع أن يعطيني جملة تتضمن نعتا؟ جملة تتضمن نعتا. أعتذر. نعم أميرة تفضلي. الرجل يدفع المائدة الحديدية. ممتاز. إذن يدفع الرجل المائدة
الحديدية. يدفع الرجل المائدة، عفوا، المائدة الحديدية. زياد أرجي، زياد أرجي لك الكلمة. زياد، قالت مريم: يدفع الرجل المائدة الحديدية. زياد، يدفع الرجل المائدة الحديدية. أين النعت زياد؟ حديدية. ممتاز زياد، إذن الحديدية هي النعت. حديدية. ممتاز، جوابك صحيح زياد، الحديدية هي النعت. إذن الحديدية وصفت ماذا؟ ماذا وصفت الحديدية؟ نهى بن الزعيم تستطيعين الإجابة؟ نهى بن الزعيم، مريم قالت: دفع الرجل المائدة الحديدية. تسمعينني نهى؟ نعم. قالت مريم: دفع الرجل المائدة الحديدية. إذن، وقال زياد أن الحديدية هي النعت. إذن حديدية، ماذا وصفت؟ معلماتي. نعم معلماتي. نهى، ماذا وصفت؟ الحديدة. الحديدية. لا، وصفت ماذا؟ دفع الرجل المائدة الحديدية. الحديدية ماذا وصفت؟ هل وصفت الرجل؟ هل الرجل هو الحديدي؟ لا. إذن ماذا وصفت؟ ماذا وصفت؟ ما هو الشيء الحديدي في الجملة؟ دفع الرجل المائدة الحديدية. نهى؟ مائدة. نعم، المائدة. إذن المائدة هي المنعوت. لاحظوا كما قلت سابقا، المائدة هي المنعوت. إذن النعت الحديدية. إذن الحديدية تبعت المنعوت في كل شيء. قلنا المائدة النعت، الحديدية جاءت منصوبة الحديدية. مؤنثة، إذن المائدة مؤنث، فالنعت جاء مؤنثا أيضا. قلنا المائدة الحديدية، لم أقل المائدة الحديدية، لا، المائدة الحديدية. مفهوم؟ كلاهما معرف بألف ولام، وكلاهما مفرد. إذن قلت المائدة، لم أقل الحديديتان، قلت المائدة واحدة مفرد، الحديدية أيضا مفرد. مفهوم؟ إذن هذا هو النعت. إذن هذا تذكير بسيط بالنعت. النعت هو اسم يصف كلمة قبله تسمى المنعوت. إذن سلمى القباج، هذه المرة الثالثة التي أنبهك، إذا كنت غير مهتمة فنحن سنتصل بأهلك كي نتخذ الإجراءات اللازمة. سلمى قباج، سلمى قباج، تسمعين ما أقول؟ ضعي كل شيء من يديك، اجلسي جلسة سليمة، واستمعي لما يقال، وانتبهي لأننا نحن الآن في طور استعداد للامتحانات. نحن لا نلهو، سلمى قباج، نحن لا نلعب الآن، نحن نعمل، لكل شيء وقته. هذه هي المرة الثالثة التي أقوم بتنبيهك سلمى قباج، والإدارة معنا تستمع للدرس. إذن ستتصل بوالديك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لأنك يجب أن تعملي، يجب أن تنتبهي، هذا ليس خيارا. أزيلي يدك عن الكاميرا وانتبهي، وحاولي أن تشاركي مثل بقية التلاميذ. نعم فهد، أعطي الكلمة لفهد، تفضل فهد. الطفل يشرب بكأس الزجاج.
ممتاز. إذن يشرب الطفل في كأس زجاجي. يشرب الطفل في كأس زجاجي. جيد، أعطيتنا حالات مختلفة في هذه الجملة. إذن فهد، أين هو النعت؟ النعت هو الزجاجي. زجاجي، زجاجي. إذن هو النعت. ماذا وصف فهد؟ زجاجي، ماذا وصف؟ يصف كيف هو الكأس. نعم، إذن وصف كلمة أو وصف الكأس. انظروا إلى كأس، كيف جاءت كلمة كأس؟ أعطى كلمة لفارس، كيف جاءت من حيث الحركات؟ يشرب الطفل في كأس زجاجي. فارس، كيف جاءت كلمة كأس؟ لديك الصوت يا فارس؟ فارس، كيف جاءت كلمة كأس من حيث الحركات؟ فارس، أعطيتك الكلمة. إذن محمد طه قال. نعم معلماتي. قال محمد فهد، قال شرب الطفل في كأس زجاجي. أين هو النعت محمد طه؟ زجاجي. ممتاز، زجاجي. ماذا وصفت أو ماذا وصف؟ الكأس. الكأس، كيف جاءت كلمة كأس من حيث الحركات؟ الكلمة يمكن أن تكون إما منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة. كأس، كيف جاء؟ هل هو منصوب؟ منصوب يعني فيه فتحة، مرفوع يعني فيه ضمة، ومجرور يعني فيه كسرة. أعيد لك الجملة محمد طه. نعم، مجرور، يعني فيه كسرة، فأقول شرب الطفل في كأس زجاجي. إذن بما أن المنعوت جاء مجرورا، فالنعت أيضا جاء مجرورا. إذن قلنا كأس زجاجي. من حيث النوع محمد طه، هل هو مؤنث أم مذكر؟ مؤنث. هل أقول هذا كأس أم هذه كأس؟ هذا كأس. إذا مؤنث أم مذكر؟ مذكر. مذكر، جيد. بما أن كأس مذكر، فالنعت جاء مذكرا أيضا، فأقول كأس زج، أو هنا في الجملة كأس زجاجي. جاء نكرة، ما معنى نكرة؟ لا يوجد فيه ضمير في النهاية ولا ألف ولا لام في البداية. إذا قلنا كأس، لم أقل الكأس. بما أن المنعوت نكرة، فالنعت أيضا كيف جاء؟ جاء نكرة أيضا، فقلت في كأس زجاجي. لو أنني قلت في الكأس، يجب علي أن أقول طه. ماذا يجب علي أن أقول لو أنها كانت في الكأس؟ الزجاجي. الزجاجي، شمسية، في الكأس الزجاجي. جيد جدا طه. نعطي الكلمة الآن لأميرة. انتظري سأعطيك الكلمة. نعم، هل يمكنك أميرة أن تذكرينا بالحال أو أذكركم أنا بالحال؟ نعم، هو كلمة. نعم، حددي نوع الكلمة. الكلمة قلنا إما فعل أو اسم أو حرف. الحال كيف هو أو ما هو نوعه؟ واسم. ممتاز أميرة، واصلي. يأتي دائما فيه فتحة.
إذا فتحة ماذا نقول؟ إذا كانت الكلمة فيها فتحة أو فتحتان ماذا نقول؟ مجرور؟ لا. مرفوع؟ لا. إذا من؟ من؟ منصوب. جيد جدا أميرة. إذا فالحال، أتحدث مع الجميع الآن، إذا الحال بخلاف النعت، النعت قد يأتي منصوبا، قد يأتي مرفوعا، قد يأتي مجرورا حسب المنعوت. أما الحال فهو دائما منصوب، الحال دائما منصوب ونستخرجه من الفعل. الحال بخلاف النعت دائما نكرة، لا يوجد فيه لا ألف ولا من ولا ضمير في نهايته. أميرة يمكن أن تعطيني جملة تتضمن حالا؟ حسنا. نعم. يكتب الطفل سعيدا. نعم، يكتب الطفل سعيدا أو مسرورا. يكتب الطفل سعيدا. إذا أميرة أين هو الحال؟ سعيدا. نعم، سعيدا. كما تلاحظون، كما قلت قبل قليل، فالحال يأتي نكرة ويأتي منصوبا. نكرة ومنصوبا. ندى تسمعين ما نقول؟ هلا هلا. نعم. لا أراك تستمعين، أراك تمسكين بقصة بينما نحن نعمل. ليس قصة، كتبت فيها. إذن هل سمعت كل ما قلنا؟ نعم. نعم، إذن فهمت الآن النعت؟ نعم. نعم، والحال إذن كما قلنا، الحال هو اسم منصوب نكرة دائما، وهو أيضا يصف لنا حالة. فأقول كيف جاء الطفل، أو كما قالت لنا أميرة، كيف هو الطفل وهو يكتب؟ الطفل يكتب مسرورا أو سعيدا. مسرورا أو سعيدا، نكرة لا يوجد فيه لا ألف ولا لام ولا ضمير، ومنصوب دائما. مفهوم؟ إذا يكتب الطفل سعيدا. إذا الآن ننتقل إلى المفعول فيه. أعطي الكلمة لمجد. مجد، يمكن أن تذكرنا بالمفعول فيه؟ صوفيا استمعي من فضلك. نعم، لك الكلمة مجد. نعم، المفعول فيه، ما هو المفعول فيه؟ تستطيع أن تذكرنا ما هو المفعول فيه؟ المفعول فيه. نعم. يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. جيد، رأينا في الفصل أنه ينقسم إلى نوعين، إما ظرف مكان أو ظرف زمان. ظرف زمان يبين لنا ماذا؟ يبين لنا مكان. مكان يبين لنا مكان، يبين لنا أين هو، أين وقع الفعل. نعم، أين وقع الفعل. أو وفي الزمن يبين لنا متى وقع الفعل. نعم، متى وقع الفعل. أنتقل الآن إلى هبة الهلالي، يمكن أن تذكرينا ببعض ظروف الزمن أو ظروف المكان، لك الاختيار. أعطينا مفعولا فيه، اختاري، إما للزمان أو المكان. في المكتبة. لا، هل هذا مفعول فيه؟ عندما أقول في المكتبة، هل هذا مفعول فيه؟ لا، هذا جار ومجرور. مجد، يمكن أن تذكرنا ببعض ظروف المكان مثلا؟ داخلة، خارجة. يكفي يكفي يكفي، نعطي الفرصة. يكفي، شكرا لك، نعطي الفرصة للآخرين. معاد العدوي، أعطيني أمثلة عن المفعول فيه، واختار ما تشاء، يعني إما ظرف مكان أو ظرف زمان. شكرا مجد. داخلة. نعم. ضدها. خارجة. جيد، ظرف آخر. أعطيني ظرف زمان الآن معاد العدوي، ظرف زمان آخر. ظرف زمان. نعم، تستمع محمد طه القطيب؟
وسطة. لا معاذ، هذا وسط ظرف مكان، أعطني ظرف زمان يبين لنا الوقت. يعني مثلا استيقظت مساء. نعم ممكن استيقظت مساء أو فجرا أو صباحا، ليلا، ظهرا، مثلا خريفا، صيفا، عشاء. هذه كلها كلمات أو ظرف يبين للزمان وأسميه ظرف الزمان ويدخل ضمن نطاق المفعول فيه. من الذي لم يتحدث بعد؟ دينا لك الكلمة. إذا سمعت المفعول فيه، تذكرت درس المفعول فيه يحيى بالدين جميل. نعم. إذا هل يمكن أن تذكرينا ببعض الظروف؟ مساء. ممتاز. هذا ظرف مكان أم زمان؟ زمان. نعم جيد. أعطني ظرف مكان. أمام. ممتاز دينا. أمام. إذا لدينا أمام يحيى بيدي. يحيى بيدي. شكرا دينا. يحيى بيدي. أمام. تسمعني يحيى بيدي؟ أمام ظرف مكان. هل يمكن أن تعطيني ظرف مكان آخر؟ أعطني ضده. أمام ما هو ضده؟ أمام مثلا تبي جدي في بيدي، أنا في القسم أقف أمامك. فهد هل يجلس أمامك بيدي؟ لا. أين يجلس؟ هل يجلس أمامك بيدي؟ تذكر كيف كنا نجلس في القسم؟ هل فهد يجلس أمامك؟ نعم. نعم؟ لا فهد لا يجلس أمامك. أين يجلس فهد؟ يجلس في خلفي. جيد جدا بيدي. إذا فهو يجلس خلفك. إذا لدينا أمام ظرف زمان، ضدها خلف. إذا خلف أيضا ظرف مكان. إذا أمام ظرف مكان، خلف ظرف مكان، أو وراء، كلاهما صحيح. إذا لدي أمام، خلف، أو وراء. لدي مثلا صوفيا. نعم. أعطيني مفعول فيه، مثال عن مفعول فيه. زمان أو مكان، لك الاختيار. صباحا. نعم جيد صباحا. إذا حددي نوعه، هل هو ظرف زمان أم ظرف مكان؟ هل يجيب عن السؤال أين أم يجيب عن السؤال متى؟ متى. متى. إذا هو ظرف زمان أم ظرف مكان؟ ظرف زمان. جيد جدا صوفيا. نعود إلى هبة الهلالي. بما أنك ارتبكتي قبل قليل أعود إليك. فكري في جملة تتضمن مفعولا فيه، لك الاختيار. سهلة، جملة من كلمتين أو ثلاث، جملة بسيطة تتضمن إما ظرف زمان أو ظرف مكان. اليوم. نعم. ذهبت إلى المدرسة. متى نذهب إلى المدرسة؟ صباحا. صباحا. إذا أعيد صياغة الجملة. ذهبت إلى المدرسة صباحا. ممتاز. إذا أين هو المفعول فيه؟ صباحا. صباحا. نمت متى؟ ليلا. 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 إذا فليلا أيضا من ظروف الزمان. جيد هبة، لا داعي للارتباك هبة، نحن نعمل كما نعمل في القسم عادي. نعم ننتقل الآن إلى الآنسة آلاء. نعم لديك جملة؟
نعم تفضلي آلاء. جميل. في الصباح، في الصباح. انتبهوا، انتبهي قبل، انتبهي 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 قبل أن تبدأي، لا تخلطوا بين الجار والمجرور والمفعول فيه. بدل في الصباح قولي أزيلي في، لأن هذه غتولي عندك جار ومجرور، ما تبقاش عندك مفعول فيه. اتفقنا آلاء؟ ماذا فعلتي في الصباح؟ في الصباح أكلت لمجتي. إذا قولي أكلت لمجتي، صح؟ أزيلي في. صباحا. جيد جدا، لا تضعوا حرف الجر قبل الكلمة، ما غيبقاش عندي مفعول فيه، غيولي عندي جار ومجرور، حرف جر واسم مجرور، اتفقنا آلاء؟ أنا هذا درس آخر. إذا بدل في الصباح قولي صباحا، في المساء قولوا مساء، في الليل قولوا ليلا، ظهرا، مساء، فجرا، إلى آخره. لا تضعوا حرفا من حروف الجر قبل الكلمة، وإلا أصبح لدي جار ومجرور، ما بقاش عندي المفعول فيه. اتفقنا آلاء؟ نعم. نعم، إذا أعيدي جملتك. أكلت لمجتي صباحا. ممتاز آلاء، أكلت لمجتي صباحا. من الذي لم يتحدث بعد؟ لدينا دينا، معاد تحدث، ندى. ندى لم تتحدث، تفضلي ندى. نعم. أهلا بك ندى، تسمعينني؟ نعم. نعم، إذا ندى استمعت إلى المراجعة، النعت والحال والمفعول فيه؟ نعم. نعم، هل يمكن أن تذكريني ببعض ظرف المكان أو ظرف زمان؟ أعطيني ظرف مكان أو ظرف زمان، لك حرية واختيار. ندى؟ نعم. نعم، قلناها قبل قليل، ظرف زمان أو ظرف مكان؟ لازلت معنا ندى؟ نعم. نعم، إذن المفعول فيه قد يكون إما ظرف زمان أو ظرف مكان، أعطيني واحد فيهم. انتبهي ندى، إذا قلت فوق هل هو ظرف مكان أم ظرف زمان؟ زمان. فوق، فوق، وضعت الدفتر فوق الطاولة، وضعت الدفتر فوق الطاولة، هل بين لي المكان أم بين الزمان؟ هل هو وقت فوق يحدد لي وقت أم مكان؟ يعني أين وضعته أو متى وضعته؟ مكان. مكان، إذن فوق، أين وضعت الكتابة؟ فوق الطاولة. إذن فوق ظرف مكان أم ظرف زمان؟ ظرف مكان. مكان، جيد. إذا الآن مساء، مساء، هل يجيب عن السؤال أين أم يجيب عن السؤال متى؟ إذا مساء هل هو ظرف زمان أم ظرف مكان؟ ظرف زمان. جيد، إذا أعطيني أنت الآن، أعطيني مثال، أعطيني أي ظرف، إما زمان أو مكان. فوق مثلا ضدها ما هي؟ فوق الطاولة ماذا أقول؟ تحت. تحت، مزيان، جيد جدا. إذا فتحت أيضا ظرف مكان، جيد. إذا فوق ظرف مكان، تحت ظرف مكان، أعطيني ظرف مكان آخر ندى. قلناه قبل قليل، قلنا الكثير من الكلمات. في الليل. ماذا؟ لم أسمعك، أعيدي. وسط.
وسط. جيد جدا. إذا الآن حاولي أن تعطيني أو تبحثي عن ظرف يبين الزمان. طب الآن تعرفنا على ثلاثة: ظرف مكان، أعطيني ظرف زمان الآن يبين الوقت. متى؟ متى استيقظتي؟ متى نمتي؟ متى ذهبتي إلى المدرسة؟ متى عدتي؟ في الصباح. صحيح. نعم، ولكن حيدي ليدك فيه، أزيلي فيه. إذا درتي فيه ما بقاش عندي مفعول فيه. إذا قولي لعبت مع أختي. صحيح، ما تقولين بدون صوت. قولي صباح لعبت. اسمعي، صباحا ليس صباح، صباحا لعبت مع أختي صباحا. أعيدي. صباحا. ممتاز، أعيدي الجملة بأكملها. صباحا لعبت مع أختي. نعم، اجعلي انتبهي ندى، خلي صباحا هي الأخرى. لعبت مع أختي صباحا. نعم. لعبت صباحا. ممتاز. نعم، إذا حاولي تستمعي كي تتذكري أكبر قدر من ظروف الزمان والمكان. أظن أنكم الآن مستعدون للبدء. نبدأ في تصحيح أنشطة يوم الثلاثاء.